أما عروس الساحل الشرقي خورفكان فقد احتفلت بالعيد مع أبي الفنون، فطوال أيام عيد الفطر السعيد احتضن مسرح المركز الثقافي بالمدينة عملا مسرحيا لمسرح خورفكان للفنون وسط حضور جماهيري جيد، وجاء العمل في إطار كوميدي اجتماعي تدور أحداثه حول دور الأب في الحفاظ على أسرته والاهتمام بأبنائه، وحمل العمل عنوان عائلة كلها سالفة من تأليف طلال محمود وإخراج خليل إبراهيم فيما أشرف عليه عادل الجوهري. لتأتي هذه المسرحية ضمن أنشطة الموسم المسرحي في إمارة الشارقة تتولي اهتماما خاصا بالمسرح وتدعم العناصر الشابة الموهوبة فيها. احنا دائما في أيام العيد الفطر المبارك نتواصل مع جمهورنا الكريم بتقديم أعمال مسرحية. مسرحية طبعا هي عائلة كلها سالفة، مو بسالفة، هي سوالف طبعا، عن دور الأب والاهتمام بالأبناء وزوجته وتربيتهم إلى آخره. طبعا كان الجمهور الحمد لله يعني صالة ممتلئة، وهذه الحين طبعا احنا خلصنا العمل والجمهور طلع مستانس وقدرنا احنا نوضع الابتسامة في وجه الجمهور.